هاد الاصلاحات اللي كتقوم بها الحكومه ومازال ما حققناش فيها 100%، راه ما غايجيش عندكم بنكيران ولا شي وزير ولا ربح اللي غايقول لكم راه حققنا 100%. ما نكذبوش على المغاربه، احنا فاهمين، احنا عارفين الصعوبات، عارفين الاشكالات. ولذلك كتلاحظوني في البرنامج ملي كيسولني شي واحد على شي قضيه صعيبه كنقول لي اخويا راه كانت 50 عام، احنا 3 سنين استطعنا نديروا منها الحمد لله. فقلت لكم كانت سهله كون درتوها في 50 عام، كون كانت سهله كون صايبوها هذه 50 عام ولا هذه 60 عام اللي حصلنا على الاستقلال. المسار ديال الاصلاح نعرفه انه صعب، ونعرف بانه يحتاج الى اراده، ونعرف بانه يحتاج الى نقاء والى نزاهه، ونعرف بانه يحتاج الى سند من الشعب المغربي والى صبر من الشعب المغربي، ونعرف بانه يحتاج الى زيار السلطه من الوزراء والبرلمانيين المناضلين الشرفاء، ونعرف بانه يحتاج الى قرب وتواصل مع المواطنين، ونعرف بانه يحتاج الى انصات لنبض الشعب ومشاكل المجتمع، ونعرف ما نعرف. ولكن المسار ديال الاصلاح بدينا الان، فتحنا الملف اللي كان خايف منه البعض ديال التقاعد، وبدينا الان كنطرحوا فيه اشكالات، وبدينا اولا بالحد الادنى للتقاعد اللي بدينا كنرفعوه شويه بشويه التقاعد، وغنحلوا هذا المشكل. وما يتقلقوش الاخوان الموظفين والمتقاعدين، لا مين خصهم يتقلقوا، خصهم يخافوا، لان الصندوق في 2018 غادي يبدا حتى 2021 2022 ما يبقى فيه حتى فرنك، ما غنلقاوش باش نتخلصوا من يشدوا التقاعد. الحكومه فتحت هذا الملف، فتحت الملف المقاصه باش الفقراء اللي هما اللي خصهم يستافدوا، ماشي اللي ما عندوش الحق يستافد واللي كيستافد من المواد الاساسيه اللي كتدعمها الحكومه. فتحنا الملف ديال الماء والضوء، لاننا كنعتبر واحد النهار كنا غناخذوا الماء والضوء بالبون، وربما نلقاو الماء اللي ما صالحش، يعني نلقاو ناخذوا الماء والضوء. فتحنا الملف واستطعنا نديروا برنامج اصلاحي باش يبقى الماء والضوء 24 ساعه 24 بالاتمنه للفقراء 4 مليون ديال العائلات. فتحنا الملف ديال التعليم باش نعملوا تيسير باش المنحه الجامعيه ياخذوها الفقراء، باش نعملوا الاحياء الجامعيه. فتحنا الملف ديال الصحه باش نقصنا الاثمنه ديال الادويه، باش نخرجوا ادويه للامراض المستعصيه، باش نزيدوا في الميزانيه في المستشفيات، باش نزيدوا الاطباء لان العدد ديالهم قليل. وبالمناسبه المعارضه اللي كيتكلموا على هذا الشيء كنقول لهم الا بغيت توجد طبيب واحد خصك 9 سنين، فين كنتوا هذه شحال؟ فاحنا كنحاولوا باش نزيدوا الاطباء ونزيدوا الممرضين حتى بما فيهم القطاع الخاص، ونجيبوا استثمارات في الصحه. فتحنا الملف ديال المقاطع اللي غنسوقوا عليه قريبا في البرلمان، المعادن للمدونه، المعادن ديال الطاقه، المدونه ديال الغاز. فتحنا الملف ديال الاصلاح ديال النقل تدريجيا، وحنا الان غنمشيو للاصلاح ديال الكيران ولا ريفورم ديال هذا القطاع. فتحنا الملفات ديال الارامل ديال المطلقات، فتحنا الملف الان ديال المعاقين وديال المسنين، فتحنا الملف ديال العالم القروي، ضعفنا الميزانيه 3 ديال المرات.